معاكم ميك 20. كان فاضل لنا اخر جزء خالص في الاي سي ماشين، اللي هو الجزء الدكتور قال عليه مهم، وكان بعديه حاجه اسمها النيمه. يعني هم دول بس اللي فاضل لنا. احنا عارفين ان الثري فيز اندكشن موتور بيتكون من 3 فيزه. طبعا كل فيزه ليها قطبين شمالي وجنوبي، يبقى انا كده عندي 3 فيزه في تو بارت او في تو بول، يكون عندي 6 بارت. الستة اجزاء دولت انا بقسم الدايره 360 على 6 تطلع 60 درجه. فانا هقسم الدايره اللي المفروض هحط عليها الفيزا اللي عندي، فانا هقسمها 60 يعني. فلو كان ده ايه بعديها ب 120، ما هو احنا عارفين ان لو كده ايه لازم يكون بعده ب 100، وبعده ب 120 بي، وقبله ب 120 سي. يعني هنا كده 120 وهنا كده 120، يبقى ايه بعده بي هنا كده بعده سي هنا، يبقى هنا ايه داش، هنا بي داش، هنا سي داش. كده ديت توزيعه الاقطاب اللي المفروض تبقى موجوده على الستيتور. المفروض انت بتحط سينسوريد ويف في الستيتور ده عشان تشغل بيه الروتو بحيث يعمل روتيتنج ماجنتيك فيلد. فانا عندي الاولاني اللي هو ايه المفروض هيكون، اللي هو بول ايه ده، اللي التو بولز دول كل واحده هيكون ليهم تيار خاص، تيار بتاع ايه، وهنا هحط تيار بتاع بي وتيار بتاع سي. فيبقى عندي كده ايه 3 ويف. فالاي مثلا هيبدا هيمشي الساين ويف بتاعته متشفتها 90 كده، وبي هيبدا بالماكس يبقى في المينيمم ويرجع للماكس ويرجع للصفر ويزيد تاني، يبقى ده كده احنا قلناه ايه وده كده بي. والسي هيبدا من المينيمم، ده هو برضه كل ده ساين ويف بس مترحل بزوايا، واحده مترحله موجه ب 90، واحده مترحله ناقص 90، واحده مترحله 180. ده كده سي. لازم بقى يديك حاجه في الامتحان يقول لك الاقطاب ديت البوزيتيف والنيجاتيف بتاعها فين. يعني مثلا احنا عارفين ان احنا عندنا ايه واي داش اهمت لكل فيزا، فيزا لها ايه واي داش وبي وبي داش وسي وسي داش. فالمفروض كده هيكون عندي حاجه نيجاتيف وحاجه بوزيتيف. هنا بيقول لك اللي انا ده هيبقى جيفن في الامتحان، يعني نورث ساوث نورث ساوث نورث ساوث ساوث نورث ساوث نورث ساوث نورث. ده هيبقى جيفن، مش شرط يدي لك كده، ديت الحاله السهله خالص. يعني انت هو ممكن يديك A وبي وسي ويقول لك النيجاتيف بتاعه نص نص نص. المفروض تبقى انت عارف الاي داش العكس بقى على طول، يبقى لو ده نص يبقى ده النيجاتيف، يبقى ده الساوث بتاعه. لو كان ده النص يبقى ده الساوث بتاعه. يعني هو المفروض يديك واحده من دول، يعني الاي مثلا والبي والسي وواحده من دول اللي هو النيجاتيف بتاعتهم او البوزيتيف بتاعتهم، وانت بتعكس تجيب الايه العكس. فانا كده خلاص هنشتغل على النقطه الاولانيه دي اللي هو عند سيتا بتساوي صفر. الحاجات دي كلها سيتا سبلاي، يعني هو ات سيتا سبلاي ايكوال زيرو. انا بنقل الرسمه دي تاني. يعني عند النقطه صفر دي المفروض التيار بتاع ايه موجود على الصفر، يبقى كده ايه ضاع خلاص. يعني هنا كده التيار بتاع ايه خلاص صفر. طيب احنا بقى هنشوف البي داش بكام. البي والبي داش اهو. طب هي البي هنا في الايه في البوزيتيف، تمام؟ يعني لو انا البي في البوزيتيف، فانا هروح اشوف البي هلاقيها البوزيتيف بتاعتها سورس، يبقى دي ناوس نورس، دي ساوث يبقى دي نورس. هشوف السي، السي موجوده في النيجاتيف، فانا هخش السي على النيجاتيف، النيجاتيف بتاعها نورس اهو. دولت عكسهم طبعا، دي نورس يبقى دي اكيد ساوث ودي اكيد ساوث، يبقى كده الفيلد هيمشي في الاتجاه ده. طيب لما سيتا سبلاي تبقى توصل عند 90، هيبقى يعني شكل روتيتنج ماجنتيك فيلد عامل ازاي؟ هترسم برضه الرسمه بتاعت الستيتو دي تاني. عند النقطه دي المفروض تيار بتاع بي بصفر وتيار بتاع سي بصفر، تيار بتاع بي بصفر وبتاع سي بصفر.
فما فاضلش انا عندي الا ايه. طب ايه هنا في الايه في البوزيتيف؟ فانا هخش اشوف الايه نص هنا دي في البوزيتيف عامله ازاي. هنا الايه اهيت وهي في البوزيتيف، يبقى البوزيتيف بتاعها ساوس، يبقى دي ساوس يبقى دي نص، يبقى الفيلد ماشي كده. يبقى هو كان ماشي كده، بعد كده ماشي كده، يعني هو لف كده. يعني كده لف ازاي؟ لف كده يعني ايه؟ لف عكس عقارب الساعه، يبقى لف كانتر كلوك وايز، وهكذا عند النقطه دي وعند النقطه دي وعند النقطه دي، وتشوف هو لف كام. بس هو كده لف كام درجه؟ المفروض هو كده كان في النص بالظبط، وبعد كده جاي من عند ايه هنا كده؟ احنا عارفين ان كل تقسيمه من دول 60 درجه، هو كده لف 60. الجزئيه الاخيره هي حاجه بيسموها النيمه. احنا في اربعه نيمه، اللي هو النيمه A وB وC وD. النيمه الاهم فيهم نيمه B، وديت انت بتحفظهم كلك، هتحفظ الماكس والمينيمم الكلام ده هنقوله، هتحفظهم كلهم الرسومات دي زي ما هي، وهتحفظ الحاجات دي اللي هو تي ماكس والتي ستارتنج والتورك الماكس والتورك ستارتنج. هو النيمه ديت اصلا عباره عن يعني ايه؟ تورك سبيد كاركترستيك بتاع الموتور مش بتاع اللود. بس قبل الموضوع ده لازم تكون فاهم كويس ان احنا بنشتغل على الجزئيه دي بس، اللي هي الجزئيه الستريت لاين. بعد كده الجزئيه دي بتكمل، ده لما عمل اختبار كامل للموتور مع كل السرعات وعلى تورك من بدايه من الصفر لحد ما وصل للارقام دي. فانت بتحفظ نيمة بي لان هي الاساس، ونيمة ايه وسي ودي بيجوا منها. تورك الستارتنج اللي هو النقطه دي، وتورك الفول لود اللي هو النقطه دي، وتورك الماكس النقطه دي. الفكره بس هنا عند نيمة ايه ان هما الاثنين لهم نفس الستارتنج، عند نيمة سي اللي هما الاثنين لهم نفس التورك الماكس، وخلاص هتحفظ الارقام دي زي ما هي كده. في حاجه بقى اسمها السيرفيس فاكتور. السيرفيس فاكتور ده هو بيقول لك انت ممكن تشتغل بالموتور اوفر لود قد ايه. يعني مثلا لو قال لك انا عندي موتور موجود على النيم بليت بتاعته السيرفيس فاكتور بواحد ونص كده، انت ينفع تشتغل على لودز فيها صادم، لان انت عندك ممكن تشتغل اوفر لود. لكن لو قال لك السيرفيس فاكتور بتاعه بواحد ونص، بواحد بس مثلا، يبقى انت كده مش هينفع تشتغل اوفر لود خالص. وكده خلاص ان شاء الله المنهج يكون ملموم كويس. يعني السلام عليكم.